السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب الكرام، نجدد الترحاب بكم إلى هذا اللقاء الرباني الذي نخصصه للحديث عن قصة صحابي جليل، فيها عبر وفيها عظات كثيرة. هذا الصحابي الجليل هو سعد الأسلمي الملقب بجليبيب. هذا الرجل كان يبحث عن التغيير، كان يبحث عن الإصلاح، كان يبحث عن الترقي. سورة واحدة بل آية واحدة اتخذها نبراسا في حياته ففاز فوزا عظيما. وهذه الآية هي قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمعنى أن كل امرئ عنده ظروف صعبة أو عنده فقر مدقع ويحتاج للمساعدة، لا تشغل بالك بأن تطلب من الناس من الخلق أن يساعدوك، ولا أن تمد يدك إلى الخلق لكي يتصدق عليك، وإنما التزم تقوى الله وسترى عجبا. ومن يتق الله يرى عجبا. إذا كانت عندك مشاكل، صعوبات تعترض حياتك، فإن الله يجعل لك المخرج. وإذا كنت فقيرا أو مدينا أو محتاجا، فإن الله يرزقك من حيث لا يحتسب. كيف ذلك؟ من خلال أن تكون تقيا، زكي النفس. هذا ما وقع لبطل قصتنا الصحابي الجليل سعد الأسلمي الملقب بجليبيب. من هو هذا الرجل؟ إنه كان عبدا من العبيد في النظام الجاهلي قبل الإسلام. هذا الرجل كان أسود اللون وذميم الخلقة وفقيرا ومحتاجا، ومن ثم سقط في رق العبودية سنين طويلة وهو في حالات من العذاب والعنت، الفقر والذل والمهانة. يتوق كما يتوق كل الناس إلى الإصلاح والتغيير والتجديد، لكن النظام الجاهلي السائد آنذاك كان يمنع كل حركة تجديدية. وحينما أكرم الله تعالى البشرية بالإسلام ونزل القرآن على قلوب عباد الله، هذا القرآن حمل حركة تجديدية قوية في النفوس، زعزعت نظام المجتمع وجعلت القيم الإنسانية هي التي تفوز. هذا الرجل لما سمع بالإسلام فرح وسر، خصوصا لما سمع بأنه يسوي ما بين العبيد والأحرار. سمع معلم الإنسانية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم من آدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه ويذكر بقول الله تعالى أن يوم البعث والنشور لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمحور الأصل الخيرية بين الناس ليس اللون، ليس المقام، ليس الشرف، وإنما الإيمان والتقوى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور. الصحابي الجليل سعد الأسلمي لم يكن يمتلك شيئا من متاع الدنيا،
لا جمال ولا مال ولا مقام ولا عائلة، لكنه كان يمتلك قلبا من جوهر، كانت عنده قوة الإيمان واليقين. لماذا كان يسمى بجليبيب؟ لأنه لم يكن يمتلك من الدنيا من متاعها سوى جلباب. جلباب كان كلما اتسخ يقوم بغسله ونشره في الشمس، فبدأ الجلباب ينكمش، هو يطول والجلباب يقصر، حتى صار جلبابه عند ركبتيه، وصار يلقب بجليبيب، ما عنده إلا هذا الجلباب القصير. كان لما سمع هذه الآية حفظها وعمل بمقتضاها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان لما يخلو في خلاوته يدعو المولى، يقول يا رب إنك خلقتني وتعلم ظروفي وسوء حالي، لا أدعو غيرك يا رب ببركة قولك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، اجعل لي مخرجا مما أنا فيه. همه الأكبر كان يبحث عن زوجة لكي تؤنس وحشته، وكان يتمنى أن تكون له أسرة، وكان يتمنى أن يكون له أطفال. كلما رأى رجلا متزوجا ومعه أطفال ويداعبهم كان يشعر بالحرمان، هذا منتهى ما كان يأمل، لكن نظام العبودية يمنع ذلك. فإذا تزوج وهو عبد فإن أولاده سيصيرون عبيدا أيضا، فماذا عليه أن يفعل؟ كان يصبر ويحتسب، إلى أن وقع يوم أن سيده ارتكب جرما وسأل ما حكمه، قال حكمه وهو عتق رقبة مؤمنة. فجمع عبيده في الحوش في بيته، وكان من بينهم جليبيب، فقال لهم أنا أريد أن أعتق أحدكم، ارتكبت خطيئة سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عتق رقبة مؤمنة. فجمعهم وأقام بينهم السهام، يعني القرعة. فكان جليبيب يقول يا رب بحق قولك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، اجعلها لي. وسبحان الله لما أقيمت القرعة خرجت في جليبيب، فصار حرا طليقا. كان عليه أن يعمل سنين طويلة ليكسب مالا وفيرا يفتدي به نفسه، وكان عليه أن ينتظر مدة طويلة لكي يحصل على حريته، لكي يتزوج ويصير له أسرة وأولاد. لكن الآن ربك عز وجل كريم في لحظة من اللحظات قادر أن يغير نظام الحياة. بعد أن صار حرا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض إيمانه بين يديه ويبايعه على الإيمان والتقوى. وسيدنا النبي كان يحب الفئات المعوزة، كان يسعد بالفقراء والمساكين لأنه كان نبي الفقراء والمساكين. وجليبيب صار كل وقته مرتبطا بالمسجد، صار يصلي الصلوات في المسجد، وبعد فراغه يبقى دائما يعمر هذا البيت. مرة دخل النبي الكريم إلى المسجد، الناس صلوا وانتفضوا وانصرفوا إلى تجاراتهم وإلى أسرهم، وجليبيب يجلس بالخلف حزينا مكتئبا. جاء إليه النبي الكريم قال له ماذا أصابك يا جليبيب؟ لما أنت هكذا؟ قال يا رسول الله عندي غم وهم. قال احكي لي احكي لي لعلي أقدم لك مساعدة. هكذا كان نبي الإسلام، كان قريبا من الناس، يسمع نبض الشارع ويسمع هموم الفقراء والمساكين على وجه الخصوص لكي يساعدهم على إيجاد الحل، أو على الأقل يشاركهم أحاسيسهم. فقال جليبيب يا رسول الله إنني كلما ذهبت إلى رجل أطلب منه زوجته أو موليته بقصد الزواج والعفاف إلا وردني ردا خائبا. كلما طلبت من إنسان قلت لو أريد الزواج أردت الخطبة لا يرحبون بي، ولا أحد يريد أن يصاهرني ولا أن يزوجني ابنته أو موليته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهم الموضوع، ولكن سأل لما؟ قال ربما لأني فقير، ربما لأني دميم، ربما لأني ليس لي أصل ولا حسب ولا نسب،
ربما أنه ليس لي كذا كذا، فسأكتفي بحالي وأبقى قابعا في بيت الله، أصلي وأذكر ربي حتى يأخذني إليه. قال: لا 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 عليك يا جليبيب، ربك كريم، أتريد الزواج؟ قال: أي نعم. فكان من بينهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا حذيفة، أسألك برب الكعبة، هذا الرجل يريد أن يتزوج وأريد أن أتدخل في حالته، دلني على أكبر وأحسن العائلات في المدينة المنورة وما حولها ممن عندهم فتيات حزن الصبقة في الجمال والخلق والدين لكي أخطبها لجليبيب، فهو مني وأنا منه. جليبيب لم يصدق: يا رسول الله، أنا أريد فقط فتاة عادية. قال: لا، سوف نختار لك أجود وأجمل ما في المدينة وما حولها. فبدأ حذيفة بن اليمان يقول: هناك فلان ابن فلان، وهناك فلان ابن فلان، يذكر كبراء القوم العائلات الكبيرة، حتى استقر عند عائلة معروفة بالإيمان وبالمجد وبالمال وبالثروة وبالجمال وبالجاه، يعني عائلة من أكبر العائلات. قال: يا جليبيب، إذن اذهب إلى هذه العائلة، فإن عندها فتاة في سن الزواج معروفة بالجمال والخلق والدين، اذهب إليهم وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يطلب منكم أن تزوجوني. لم يصدق جليبيب، قال: كل هذا حظ جميل، ابتسم لي. قال: لعل هذا بحق قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. ذهب جليبيب إلى هذه العائلة وهو فقير، ما عنده مال، لم يأخذ معه لا هدايا ولا حوائج لكي يدخل بها إلى البيت، لم يكن يملك شيئا سوى جلبابه القصير. طرق الباب: من الطارق؟ قالوا: جليبيب. أهلا، تفضل، مرحبا. قدم له تمرا وزبيبا وجلسوا يسامرونه، وبعد الأخذ والرد ظن أبو البنت بأن جليبيب جاء يطلب يد ابنته لرسول الله ليس له هو، فكان فرحا وكان الأب مسرورا وقدم طعاما شهيا وبدأ يعبر عن فرحته وعن عن عن امتنانه، وكان يدخل إلى الحوش عند نسائه وعند بنته يبشرها بأن رسول الله بعث له من يخطبها، وهو يظن بأن الخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا إلى الكلام قال له: إني جئت إليك أخطب منك يد ابنتك. قال: هل هي لك أم لرسول الله؟ قال: بل لي، رسول الله طلب مني أن تزوجني ابنتك. فصدم الرجل فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة نصلي، يأمرنا بالصيام نصوم، يأمرنا بالزكاة نزكي، يأمرنا بالجهاد نجاهد، لكن يأمرني أن أزوج ابنتي لشخص مثلك في هذه الوضعية؟ والله لا، لست أدري ماذا أقول، اسمح لي حتى أستأذن أهل بيتي. فدخل الرجل إلى بيت الزوجية وطرح المشكلة على زوجته. الأم لما سمعت هذا الكلام اشتد غضبها وبدأت تزبد وترعد وتقول: كيف يجرؤ هذا الرجل أن يطلب يد ابنتي وأن ابنتي في الجمال والبهاء والقمة ما يهابها الفرسان وعلية القوم، كيف يجرؤ هذا الرجل؟ فالأم تحكمت والأب ما كان عليه إلا أن يدعن، خرج إلى الرجل قال: يا جليبيب، معذرة، ليس لي بنت للزواج في هذه الحال، أستأذنك معذرة. فخرج جليبيب حزينا مجروحا منكسر الجناح يجر ذيول الخيبة. رجع الرجل إلى بيته فسألت ابنته: يا أبتي، ماذا كان يريد ذاك الرجل؟ قال: جاء يطلب يدك، لقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتزوجك. قالت له: هل قبلت أم رفضت؟ قال: طبعا رفضت، وأمك هي أكبر الرافضات، رفضوا، العائلة كلها رفضت. فقالت البنت:
يا أبتاه أترفض شفاعة رسول الله؟ ألا تخشى أن تنزل فينا آية من السماء؟ آنذاك كان القرآن العظيم لا زال غدا طريا ينزل من السماء، كلما وقعت واقعة من الوقائع إلا ونزلت آيات تتلى إلى يوم القيامة، فكان الناس يخافون، ومنهم من كان يستبشر، من أقام عملا صالحا تنزل فيه آيات تتلى إلى قيام الساعة فيفتخر، ومنهم من كان يسيء ويذنب فتنزل فيه آيات قارعة تتلى إلى يوم القيامة فيندم ويخيب ويخسر. فالرجل لما سمع قول ابنته يا أبتاه أترفض شفاعة رسول الله؟ ألا تخشى أن تنزل فينا آية من السماء؟ آنذاك الرجل صحابي ندم وأراد أن يراجع نفسه، الصحابة هم بشر مثل كل البشر لكنهم خير البشر، اصطفاهم المولى عز وجل لخير نبي، هم صحابة رسول الله يسمون بالجيل القرآني الفريد، أي نعم يخطئون كما يخطئ البشر لكنهم سرعان ما يتوبون ويعززون موقفهم بالإصلاح. الرجل سار يجري يبحث عن جليبيب أين هو، يريد أن يقول له قد وافقت، ما دمت قد جئت من طرف رسول الله وافقت. رحل يبحث عنه في الأسواق، يبحث عنه في الأزقة وفي الدروب دون أن يجده، فسأل عن هنا وهناك، الناس لا يعرفونه، حتى سأل من يعرفه قال أتريد سعد الأسلمي؟ إن مقامه في المسجد، إنه ليس عنده لا بيت ولا عنده سوق ولا عنده عائلة، حينما يرى بنفسه بأنه في وضع صعب يذهب إلى بيت الله. فدخل الرجل إلى المسجد، وجد زليبيب يضع رأسه بين ذراعيه على ركبتيه وهو متأطئ رأسه مهموما منكسر، وسيدنا النبي كان في المسجد. فدخل الرجل، السلام عليك يا رسول الله، أين أنت يا جليبيب؟ يا مرحبا بك، أنا موافق زوجك بابنتي. جليبيب قال لا معذرة يا سيدي، أنا أعرف قدر نفسي ولا أحملكم ما لا تطيقون، ليست من مقامي فأنا أعتذر لك. قال لا يا جليبيب، أريدك أن تتزوج بابنتي. قال لا أريد، أنا لست أهلا لها. فقال أنا الذي أخطبك هنا أمام رسول الله في مسجد رسول الله، أنا أخطبك لابنتي. وسأل الرجل يؤكد عليه حتى إنه استحي منه، وقال لعل هذا ببركة قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا سبحان الله، هذا الرجل كان يبحث فقط عن زوجة عادية، عن زوجة بسيطة، ها هو ربنا عز وجل أكرمه بأجمل فتاة في المدينة وما حولها وبأكرم أسرة، فرحمة الله عظيمة ولا ينبغي للعبد أن ييأس من رحمة الله الواسعة. سيدنا النبي قال يا جليبيب الآن الرجل ها هو بين يديك موافق وأنا في حضرتكم، إذن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، اذهب يا جليبيب الآن وقم بلوازم الزواج. جليبيب حك رأسه وبدأ يفكر ويدبر، ماذا بك يا جليبيب؟ قال يا رسول الله تعلم حالي، أنا فقير وهذه عائلة كبيرة وتحتاج إلى مصاريف وأنا ما عندي أي شيء. فقال سندبر لك الأمر، فبعته إلى حذيفة بن اليمان الذي كان معه في المجلس، وكان حذيفة آنذاك خازن بيت المال، يعني كما نقول بلغتنا وزير المالية. فقال اذهب إليه وأطلب منه أن يعطيك قدرا من المال تقيم به شؤون الزفاف. ذهب جليبيب إلى حذيفة، وحذيفة كان يعلم حاله وقد شهد مع النبي الكريم قصته، فتعاطف معه وقال كم تريد؟ 1000 دينار؟ قال كثير. قال سأزيدك 2000؟ قال كثير جدا. قال 3؟ قال والله كثير. قال والله 10000 دينار، خذها كلها. لم يصدق جليبيب أنه أخذ من بيت مال المسلمين هذا القدر الكبير، فقال إن غيري أحوج مني به. قال يا حذيفة يا جليبيب أنت مبارك، بالأمس القريب جاءت القوافل
وجاءت خيرات كثيرة وبيت المال الآن ممتلئ عن آخره، فخذها تنتفع بها. لم يصدق جوليبيب أنه كان بالكاد يكسب دينار أو دينارين، الآن عنده 10,000 دينار، يعني بلغتنا المعاصرة حوالي 10 ملايين. 10 ملايين إذا أعطيت لإنسان فقير سيفرح، سيقيم بها الزفاف ويدفع بها المهر ويقيم بها العرس. فقال جوليبيب: والله يا ربي كريم، هذا من بركة قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. من يقول أن هذا التغيير وهذا الإصلاح وهذا الترقي حصل لجوليبيب في فترات زمنية وجيزة؟ كان عبدا وصار حرا، كان وحيدا وقد عثر على أسرة كريمة وزوجة جميلة، كان فقيرا والآن صار غنيا، وكان في الهامش والآن صار مدللا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعطف عليه ويغدق عليه من رحمته. جوليبيب أخذ المال وقصد السوق ليشتري لوازم العرس. هذه عائلة كبيرة، بدأ يسأل الناس عن العادات والتقاليد، مثل هذه العائلة ماذا تحتاج؟ قال: لابد أن تحتاج ذهبا وفضة ولؤلؤا ومرجان، وتحتاج إلى ثياب تكون جميلة، ثياب حضرمية وثياب شامية، وتحتاج إلى كذا وكذا. فبدأ يسجل في نفسه أن يشتري هذه السلع الثرية الغنية، يقدمها عربون محبة لهذه الزوجة. في طريقه إلى السوق سمع مناديا ينادي يقول: يا خيل الله هلمي، يا خيل الله هلمي. هذا يسمى المنادي، يسمى البراح، البراح الذي يرفع صوته في الأسواق والأماكن العامة. لم تكن آنذاك وزارة إعلام، لم يكن هناك أخبار، وإنما كان المنادي البراح هو الذي يقصد أماكن تجمعات الناس ويصيح بأعلى صوته ويبلغهم الخبر. لكن ما هو الخبر الذي يبلغه هذا الوزير الإعلام في ذلك الزمن؟ كان يقول: يا خيل الله هلمي، يا خيل الله هلمي. هذا شعار للجهاد، خروج المسلمين لمواجهة المشركين. آنذاك النداء أشكال، هناك النداء للصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، هناك النداء للحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وهناك نداء للجهاد: يا خيل الله هلمي. لم يكن آنذاك جيش نظامي في الدولة، فكما في عصرنا هذا كل دولة لها وزارة دفاع، وهناك جيش نظامي وجيش احتياطي وأسلحة تكون منتقات منذ فترة للاستعداد في أي لحظة للحرب. لكن أيام زمان لم يكن ذلك، كل واحد من المسلمين يعتبر بأن الجهاد فريضة له، كالصلاة كالصوم كالحج، إذا سمع النداء عليه أن يلبي. فبدأ الناس كلهم يتسابقون ويجرون حركة دؤوبة داخل الأسواق. ماذا يشتري الناس؟ يشترون وسائل الحرب، سيوف ورماح وخيول ووسائل كلها مدرعات وغيرها من أجل المشاركة في هذا الجهاد. جوليبيب لما دخل السوق رأى الناس كلهم مشغولين، فقال مع نفسه: ويحك يا جوليبيب، هؤلاء الناس يسعون لإعلاء كلمة الله، تركوا أزواجهم وأولادهم وتجارتهم ومصالحهم ويتسابقون الآن لشراء لوازم السلاح للخروج للجهاد في سبيل الله، وأنت ماذا قدمت؟ أتريد أن تستمتع بعروسك؟ فدخل إلى السوق وعوض أن يشتري لوازم العرس اشترى حصانا 4، واشترى ذرعا وسيفا ورمحا ونبالا، وأراد أن يكون في المقدمة، أراد أن يكون مع المجاهدين في المقدمة، لأن هناك الفرسان وهناك المشاة وهناك تنظيمات داخلية، فهو أراد أن يكون من الأوائل. قفل راجعا إلى محله، في الطريق التقى به النبي صلى الله عليه وسلم: جوليبيب كيف حالك؟ أين وصلت؟ ماذا فعلت؟ قال: يا رسول الله، لقد اشتريت هذا الحصان وهذه الوسائل الحربية. قال: من أين لك هذا؟ قال: بالمال الذي أعطاني إياه حذيفة بن اليمان.
قال أعطاه لك من أجل الزواج؟ قال أي نعم، ولكن أريد أن أسخره الآن لإعلاء كلمة الله. قال وزواجك وعروسك تنتظرك. فقال يا رسول الله إن ربي قد رزقني في لحظة كنت فيها فقيرا، وكنت فيها ضعيفا، وكنت فيها منهزما، وكنت فيها وحيدا شريدا طريدا، في لحظة لا أحد من الخلق ساعدني، وربي عز وجل فتح لي الأبواب وسخر لي أفضل القلوب ورزقني من حيث لا أحتسب. أفلا أكون عبدا شكورا؟ أريد أن أعلي كلمة الله. قال لي والزواج؟ قال بعدها مدبر حكيم. فلما رأى النبي الكريم موقف هذا الرجل ربت على كتفه وعانقه وقبله على رأسه، قال نعم الرجل. لأن ما حقيقة الإنسان؟ الإنسان ما حقيقة إلا مواقف، مواقف فقط، حياة تمضي. لكن هل لك أن تسجل موقفا في لحظة من اللحظات العصيبة وتظهر إيمانك وقوتك وجلدك وصبرك واحتسابك؟ تسجيل مواقف هي التي ربنا عز وجل ينظر إليها بقوة. ربنا يقول إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طبيعة الإنسان لما يكون فقير يتدلل ويتضرع إلى ربه، لكن ما بالك إذا أغناه صار غنيا وصار رفيع المقام، يقول ائتوني من عندي ويتكبر عن الخلق. لكن جليبيب صاحب معدن قوي وصاحب قلب من جوهر، فانطلقت المعركة والتقت جيوش الرحمن مع جيوش الشيطان، واشتد وطيس الحرب، استمرت يوما وليلة، صراع كبير بين الحق والباطل، صراع بين الإيمان والشرك، وكان المسلمون قلة وكان المشركون بكثافة، أقاموا تحالفا عظيما للقضاء على بيضة الإسلام. جليبيب كان في المعركة في المقدمة، كان يحارب يمينا وشمالا ويرفع حنجرته بالتكبير والتهليل. وحينما انتهت الحرب ووضعت أوزارها واستقر الأمر، هناك جراح، هناك آلام، جاء النبي الكريم يسأل من استشهد؟ يقولون استشهد فلان وابن فلان. ثم يقول ثم من؟ يقول فلان وفلان. يحصي الشهداء، من الذين قتلوا في المعركة؟ لكن هو يريد أن يعرف جليبيب ما مصيره، هل سيكون أنه قد نجا وفاز فتكون فرحة العرس ويلتقي مع عروسه وتتحقق أحلامه، أم يكون من الذين قضوا نحبهم؟ يسأل من؟ لم يذكر أحد جليبيب لأنه نكرة غير معروف بين الناس. الناس يعرفون الكبراء، يعرفون أصحاب المقامات، أصحاب الأموال، أصحاب الكراسي، لكن الضعيف من يعرفه؟ قد يكون ضعيف في الأرض لكنه عظيم الشأن في السماء. ليس مهما أن تكون عظيما فوق الأرض، الأهم أن تكون معظما عند الله في السماء، لأن الأرض مؤقتة وسرعان ما تزول. لا أحد جاء بالخبر إلى رسول الله عن حقيقة جليبيب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحة المعركة يقلب في الجثث والقتلى، ولسان حاله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يرى هنا وهناك، فظهرت له هناك جثة جليبيب، جثة هامدة حولها بركة من المياه، دماء في كل مكان، طعون في كتفه ورأسه وجبينه وكل معدته. رآه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرآه جثة بركبتيه، والصحابة حوله، رآه وضمه إلى صدره وصار يبكي، يبكي النبي الكريم حتى ابتلت لحيته بالدموع. وفي لحظة سيدنا النبي بدأ يضحك، يضحك ويقهقه حتى بدت نواجده. وفي لحظة سيدنا النبي أشاح بوجهه، أدار وجهه إلى الوراء. الصحابة رضي الله عنهم لاحظوا هذه الحركات غريبة، كيف يتحول
رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، من البكاء الشديد إلى الضحك الشديد إلى أن يغمض عينيه ويدير وجهه. ما الذي حصل؟ قال يا رسول الله ما الذي حصل؟ قال بكيت لفراق لجليبيب، فإن الفراق الموت هو فراق بين الأحبة، منذ أن يموت الإنسان تفارقه، وسوف نلتقي عند الحوض في البعث والنشور، فالفراق الشديد. أنا بكيت لفراقه لأنه لم يستكمل مسيرته، لم يفرح بشبابه، لم يتزوج وغادر الدنيا، وقد قتل وقد جرح وقد طعن، بل وقد قطعت بعض أطرافه، فبكيت لحاله. هذا الرجل الطيب، هذا الرجل المؤمن، هذا الرجل التقي. قال ولماذا ضحكت؟ قال ضحكت لما رفع الله لي ستار الغيب فرأيت مقامه في الجنة. رفع ستار الغيب فرأى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قصرا عظيما بني باللؤلؤ والمرجان، فيه أزهار وأشجار وثمار وخيرات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحوله دور وبيوت وقصور كثيرة، لكن ذلك البيت يتلألأ بالنور أفضل من كل البيوت. فقلت في نفسي لمن هذا البيت؟ قيل لي إنه لجليبيب، ففرحت وضحكت وقلت فاز ورب الكعبة، فاز ورب الكعبة. ثم قال ولما رأيت نساءه من الحور العين ينتظرنه أشحت بوجهي وغضيت بصري عن محارم الله. في لحظة لمدى أدار النبي الكريم وجهه رأى نساء جميلات حسنوات قمة في الحسن والجمال والأناقة، فقلت من هؤلاء النسوة؟ قيل إنهن حور عين زوجهم الله تعالى لجليبيب، وإنه في هذه الليلة يقام زفافه، في هذه الليلة ربنا يجعله من القبور إلى القصور وينعمه في جنات النعيم. فاستبشر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال أسرعوا أسرعوا بدفن جليبيب، فحمله النبي الكريم على منكبيه وقال احفروا له هنا قبرا، فبدأ الصحابة يحفر القبر والنبي الكريم يحمل جليبيب بين ذراعيه وهم يحفرون القبر، والنبي الكريم قطرات عرقه تنهمل على جليبيب، ودموعه التي ابتلت بها لحيته تتقاطر على جليبيب، ورائحة المسك تفوح من هذا الصحابي الجليل. وقال الصحابة لقد حظي جليبيب بنعمة عظيمة، سيدنا النبي يحمله بين منكبيه لفترة طويلة، ريت ما حفروا له القبر اللحد، ثم وضعوه، ثم بعد ذلك أغلق القبر. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جليبيب مني، من أحب جليبيب فقد أحبني، جليبيب مني. هكذا قال الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، جليبيب مني وأنا منه، من أحب جليبيب فقد أحبني. لا شك أيها الأحباب الكرام قد أحببتم جليبيب، وإذا أحببتموه أحببتم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما سر القوة عند جليبيب؟ لم يكن من أصحاب الغنى، لم يكن من أصحاب الثراء، لم يكن من أصحاب الكراسي والمقامات، لم يكن حتى من أصحاب الجمال، كان ذميم وكان أسود وكان فقير، لكن كان يمتلك قلبا من جوهر. القلب هو الأساس، المليء بالمحبة، المليء بالإيمان، المليء بالخير، المتوكل على ربه، المتصل بخالقه، هذا جوهر الإنسان. كان شعار جليبيب شعارا عظيما، أطلب منكم جميعا أن تتخذوه شعارا لكم من الآن وترون عجائب قدرة الله. شعاره قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله الكريم العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين، أن يجعلنا وإياكم من الذين استقر الإيمان في قلوبهم. أسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، من المخلصين، من التوابين، من المستغفرين، وأن يجعل لنا من كل هم مخرجا ومن كل شدة فرجا، وأن يرزقنا وإياكم من حيث لا نحتسب،
قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.